مهمة توجهات العقلية الأخرى جميع الاتهامات الموجهة لها وبدات كتبكي إن أني غادي نقول لها صافي بركة أنتي درتي هادشي عن قصد وبدات فينا غنقول لها أنا فعلا شريت داك السلاح شريتو باش ندير الحياة الجاني ولكن ماشي بالحياة الجاني ورضا هي حاولت أن تاخد لي السلاح ولكن الرصاصة غادي تجي فيها في الخطأ غير تقبلها أنا أني مقدرش نوقف على حلاوة وعمري قدرت ننساك نتا اللي تزوجتي بوردة باش نقذها من العمل ديالها وانا حاولت نيرها وقتها باش نجاهلها ونتقبلها ولكن انا ما قدرتش عليه لذلك انا قلت مع راسي الفرصة واحدة غتكون اكبر انا ديما بما باش